مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. هذا البرنامج أنتم الأساس فيه، الكلمة لكم والرأي دائما لكم. طبعا سنستقبل مكالماتكم على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة، وأيضا نستقبل رسائلكم أيضا على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة. اليوم أريد أتكلم بموضوعين، موضوع النازحين والمهجرين، والموضوع الثاني المناطق التي تم تحريرها بحسب ما تقوله الحكومة. انتشار الأمراض السرطانية خاصة في نينوى وفي محافظة الأنبار، مثل ما تعرفون هذين المحافظتين تعرضت إلى عمليات عسكرية سواء منذ عام 2003 وما تلاها، وأيضا الأعمال التي أودت بحياة الكثير من الناس الأبرياء. لو ناخذ أول شيء موضوع النازحين والمهجرين، أكو تقرير لمنظمة اسمها ميرسي كوربس الدولية. هذه المنظمة تقول أكو صعوبات تعرقل عودة 1,200,000 نازح ومهجر. مثل ما تعرفون، لو نجي على القصة من بدايتها، أنه تم تهجير الناس الموجودة خاصة في محافظات الأنبار ونينوى، ومن أجل تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي. الموضوع اللي صار بأنه بعد تحريرها لم يكن هناك أي عمليات لإعادة الإعمار خاصة في مدينة الموصل الجانب الأيمن. هذه المنطقة اللي هجر منها الآلاف وربما الملايين لم تعود إلى سابق عهدها في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. لو نأخذ على سبيل المثال في تركيا في محافظة إزمير، هاي المحافظة قبل سنة تعرضت إلى عملية زلزال قوي جدا، ما أودى بحياة الكثير من المواطنين الأتراك، وأيضا تهدمت العمارات السكنية على رؤوس صاحبيها. الآن في تركيا، احنا ليش جبنا مثال تركيا؟ لأنه قريبة جدا من العراق. الآن في تركيا قاموا بتأسيس وببناء المنازل السكنية وأرجعوهم إلى منازلهم السكنية بعد أن تعرضت إلى زلزال قوي. الأسئلة المطروحة هنا بالعراق، ليش عندما تم تحرير هذه المناطق لماذا لا يعود المهجرون إلى مناطقهم؟ ما السبب التي تمنع ذلك؟ التقرير شو يقول؟ يقول بأنه مسألة حلول مستدامة لموضوع أزمة النزوح مهمة شاقة وأيضا مهمة معقدة، بس إحنا هنا نسأل الحكومة الموجودة الآن في السلطة، حتى لو كانت هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال أو غيرها، أو ربما تأتي بحكومة جديدة، شنو الأشياء أو اللي قدمتوها بالنسبة للنازحين في العراق والمهجرين؟ الناس قامت يعني تهرب إلى دول قارة أوروبا، خاصة وأنه الحكومة الموجودة الآن سيرت عدة طائرات لإجلاء الناس الموجودين على الحدود البيلاروسية البولندية وأرجعتهم، لكن ما أرجعتهم إلى منازلهم، أرجعتهم إلى مخيمات النزوح، لأن هم أصلا طلعوا من مخيمات النزوح وراحوا إلى الحدود البيلاروسية البولندية من أجل العبور إلى القارة العجوز، القارة الأوروبية. لكن حتى هذه اللحظة بأنه هناك قسم من عندهم شي يقول خلف الله على الحكومة لأن دزلتهم طيارات، بالعكس هم شنو اللي جبرهم على مغادرة العراق؟ مغادرة العراق الموجودين، الميليشيات الموجودة في العراق هم اللي جبرتهم على الخروج من العراق، قلة الخدمات، قلة الشغل، العمل، فرص العمل تكون محجوزة إلى أناس معينين عندهم واسطات، فهذا اللي أجبرهم على أن يروحون إلى قارة أوروبا ويطلبون اللجوء. الحكومة عندما سيرت الطيارات ما أمنت لهم العودة إلى مساكنهم أو وفرت مساكن جديدة لهم، بل بالعكس تم الإعادة وين؟ إلى مخيمات النزوح، يعني أرجعتهم، يعني جابتهم من المخيمات على الحدود البيلاروسية البولندية وأرجعتهم أيضا إلى المخيمات اللي طلعوا من عدها. الموضوع الحلول اللي يجب أن تقوم بها الحكومة، يجب أن تكون هناك حلول جذرية، بمعنى أدق
أنه الإرهاب عندما انتهى في تلك المناطق يجب على الحكومة أن توفر لهم سكن ملائم حتى الناس اللي تريد ترجع إلى هذه المناطق، مناطقهم اللي هجروا من عدها. أيضا هناك تصريح أكو منظمة اسمها منظمة قوة السلام اللاعنفية، هاي المنظمة أمريكية تقول العائلات النازحة في مخيم الجدعة في جنوب الموصل حالة يرثى لها، يعني ديعانون الأمرين في هذه المنطقة أو في هذا المخيم، مخيم الجدعة في الموصل. ليش؟ لأنه بسبب تباطؤ المساعدات، أكو هيئات، أكو منظمات تقدم مساعدات طبية، مساعدات غذائية، وأيضا وفرتهم الماء الصالح للشرب. هذه أيضا هاي المنظمات تلاقي صعوبة في إيصال المساعدات الطبية والإغاثية لهؤلاء النازحين. طبعا غذاء جيد مدى يوصل للنازحين، دواء مدى يوصل للنازحين، أيضا الماء الصالح للشرب مدى يوصل للنازحين. يعني هي الحكومة لا هي متبنية هذا الموضوع في سبيل أنه توصل هذه المساعدات الغذائية والمساعدات الطبية والخدمات، ولا ترك الناس الهيئات والمنظمات، منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان مدى تفسح لهم المجال الكافي لإيصال هذه المساعدات. أيضا هناك نحن الآن في العراق على أبواب فصل الشتاء، وشتاء العراق هو بارد خاصة في محافظة نينوى وفي مخيم الجدعة جنوب الموصل. أيضا هناك ما عندهم وقود، يعني مثلا على سبيل المثال، يعني مرة من المرات الدولة دزت لهم مدافع صوبات يعني، لكنه ما دزت لهم وقود. طيب أنا شو أسوي بالمدفأة إذا وقود ماكو؟ القانطين في المخيمات هم أصبحوا غير متأكدين تماما من موضوع تلبية الاحتياجات الأساسية. المنظمة تقول قيود التنقل جعلت من الصعب على النازحين مغادرة المخيم والتماس العناية الطبية، يعني هم محصورين داخل مخيم للنازحين والمهجرين، مدى تسمح لهم ينزلون إلى الأماكن، إلى المدينة حتى يلقون الرعاية الطبية؟ دائما تضع لهم معوقات وعراقيل وتمنع عنهم، أيضا تمنعهم من النزول إلى المدن اللي ممكن هناك يروحون مستشفى، مستوصف طبي وغير ذلك، من أجل أن يكون هناك يعني علاج طبي. بنفس الوقت الأسعار، أسعار المواد الغذائية نظرا لارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، هناك أيضا ارتفاع بأسعار المواد الغذائية. طيب أليس من واجب الحكومة تجاه النازحين والمهجرين أن توفر لهم المواد الغذائية؟ ويانا منو؟ عبد الرزاق من بابل. أخ عبد الرزاق السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أخي عبد الرزاق، شلون الصحة؟ يحفظك ويسلمك. الله يسلمك أستاذ محمد. كل مواطن حقوق، نعم، وأيضا عليه واجبات، نعم، طيب أي بلد وبأي دولة، نعم، لكنه إحنا اللي جاي نشوفه من السلطة الحاكمة يعني تأخذ بس الحقوق مالتها، نعم، زين، والمواطن نفس اسم الشيء، يعني سواء من ناحية الدواء والغذاء في كل النواحي المواطن مفلس. نعم. فلما يكون المواطن يعني حقوقه ما محصل عليه فحتما يهاجر إلى بلدان أخرى حتى يعني يحصل على كرامته ويحصل على إنسانيته. نعم. لكنه للأسف الشديد نتيجة الضغط يا أستاذ محمد يولد نعم. الانفجار. نعم. واللي جاي يعني السلطة أو الأحزاب الحاكمة اللي تحكم البلد نعم. هذا ينعكس عليها، ينعكس عليها سلبا نعم. فكل ما ضيق الحلقة أنا صراحة أؤمن بالآية القرآنية إن بعد العسر يسر، كل ما ضيق حلقة الخناق على المواطنين أحس إن الفرج قريب نعم. فدولة يعني جاي شلون مثل ما تقول هيئون نهايتهم إن شاء الله نعم. فالظلم ما يدوم أستاذ محمد ونعم بالله حاشا لله نعم. هي الظلم ما يدوم، ف 18 عام الظلم والجور نعم. والحرمان، يعني المواطن العراقي جاي يشوف
البلدان اللي تحيطه او الشعوب اللي تحيطه، يعني بلدان مستقره والشعوب ايضا مستقره. هي هي اصلا عبد الرزاق هي اصلا نعم. الحكومه ليش نعم. ليش ما ترجع النازحين والمهجرين؟ يعني شنو المضره، شنو اللي حيضر الحكومه استاذ محمد؟ لانه احنا ما عدنا اصل حكومه، نعم عندنا عصابات ومافيات واحزاب هي اللي جاي تسير امر البلد، والا احنا ما عدنا حكومه. لانه لو كان عندنا حكومه كان تفرض سيطرتها، تفرض جدارتها، لكنه انت تشوف امر الحكومه مو بيت. نعم انقطع الاتصال ويا عبد الرزاق ويا ضياء من الفلوجه. اخ ضياء السلام عليكم. السلام عليكم استاذ عليكم محمد. السلام يا مرحبا، الله يسلمك، شلون الصحه يا ابو؟ اخبارك استاذ؟ شلونكم استاذ؟ والله الحمد لله. تحياتي قناه الرافد، تحياتي لك. الله يسلمك، تفضل اخ ضياء. استاذ موضوعكم اليوم على المهجرين غير؟ نعم اي نعم. احنا المهجرين حقوقنا ضايحه، انا اول واحد كنت مهجر من الانبار. طيب تمام؟ نعم. الواحد ونص مالتنا ضاعت، ولا حكومه داعبين وعفنا حالنا، تدري الدور مال تهجير مال داعش. نعم. وعفنا ونداعي او كل شيء ماخذ. فاحنا نقول لحكومتنا احنا من تهجرنا وعفنا ويا الله يا الله ارجع، من حتى من واحد ونص وانها ماخذ. نعم. يعني خدمات ماخذ، يعني غذائيه استاذ ماخذ، مشترى البطل زيت 2.5، كان بلفر واحد 2.5. نعم. زين انا والله ابوك اقدر ادبر حالي، بس اكو واحد اليوم ولا ما سلسل بيها تعتبر ريال. قال عم اريد 2000 ريال اجيب بطل زيت الجهاز. يا حكومتنا احنا اهل الخير استاذ محمد، احنا اهل الخير. واحنا على النفط والناس قامت تحسب علينا، بس احنا شنو بيد الحرامي يحكي كان ما خاف. نعم. والله لو ما الحراميه يا خير ما يكفينا الى يحيى العظام وهي رمي. صحيح. يا عندنا خير هسه احنا الامانه، انا ما اريد امدح استاذ. نعم. استاذ محمد. نعم. لا اسمع، انا ما اريد امدح استاذ محمد، للامانه محمد الرجل محمد ركح والله اشتغل بالعنبار ولا عيني والله عندي شيء مكسره. ولا من بيت تجاوز. اي بس اي بس شنو والله قدم الرجل حمار بالانبار. ضياء شنو قدم للنازحين؟ نعم. شنو قدم للنازحين والمهجرين؟ ايش قدم؟ استاذ انا ما استاذ. نعم. استاذ محمد. نعم. المنحى ماكو، بس والله الرجل حمار تجي. نعم. تضرب جير تطف اللايت من الانبار لاخر الانبار. اي بس يعني قل لي بس قل لي بس قل لي ضياء بس قل لي يقدر هسه عنده سلطه. نعم. يرجع المهجرين والناس، يعني هو دا يشوف وضعهم يقدر. الان احنا في 2021 اكو استاذ. نعم استاذ محمد. نعم. يقدر استاذ، احنا اللي ايده ملطخه دم من داعش ما يرجع. نعم. لان هذه المحافظات كلها. صحيح. والله واللي ما عنده شيء، احنا العشائر بدنا الرجعه، وكان ولس الحكومه تتفت علينا تعطينا حقوق. زين من كنت مهجر ضياء؟ من كنت مهجر الدوله. نعم. جت عليكم فد يوم ساعدتكم بشيء؟ والله ما بس الله سائل علينا استاذ، بس الله لا حكومه ونعم بالله ولا اخاف، بس هذا الله فوق سائل علينا. نعم. والله لا حد دق بابنا ولا حد انطانا 250 منا. نعم. ونشتغل الله ان شاء الله، بكتر الله ان يهديهم ان شاء الله يضحكون علينا وعلى هذا البلد العراقي اللي مظلوم، اللي يوميه في مصيبه استاذ، يوميه في مصيبه. هاي المظاهرين. انا اشكرك. الحمد لله. اشكرك اخ ضياء من الفلوجه، شكرا جزيلا لاتصالك ويانا. الاخ سعد من السعوديه، اخ سعد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخ سعد. بارك الله فيك يا اخونا الفاضل، وانا اتشرف لاني اول مره ادخل معك. اهلا وسهلا، تشرفنا. في هذه القناه واهلها يا واهل العراق المباركين. نعم. والله صراحة يعني ما نقدر نحن. نعم. فقدنا الاتصال ويا الأخ سعد من السعودية. لو نيجي على المهجرين والنازحين، يعني قبل تقريبا شهر أو أكثر من شهر بيومين، مسألة الأحداث اللي صارت في قرى قضاء المقدادية خاصة في نهر الإمام، الناس حقها خافت على أولادها وخافت على نفسها، فتهجروا من قرية نهر الإمام طبعا والقرى المجاورة لها. قسم الكثير من عندهم راحوا إلى كردستان العراق، وقسم من عندهم انتقلوا إلى مناطق أخرى في محافظة ديالى. السلطات الحكومية في المحافظة اليوم طلعت تصريح غريب جدا، تقول ماكو حل في الأفق لأزمة مهجري قرى قضاء المقدادية، لأنه تقول الأجواء بعدها متشنجة. طيب الناس اللي هجرت من بيوتها وذهبت إلى أماكن أخرى،
المواطن عادة المواطن يتعكز على اليمني، يتعكز على الدولة، عندما الدولة تكون هي يعني تعاني من مصائب كثيرة جدا، المواطن على منو يتعكز؟ يعني عندما السلطات الحكومية في محافظة ديالى تقول ماكو حل بالأفق لأزمة مهجري قرى قضاء المقدادية. رجع ويانا الأخ سعد من السعودية. أخ سعد السلام عليكم. تفضل تفضل أخ سعد. عليكم السلام. بالنسبة لهذه يعني صراحة اللي نشوفه من هذه العصابة المجرمة يا أخي أننا مقبلين على شتاء والأوضاع يعني من السيء للأسوأ يعني. نعم. أنتم يعني ما عندكم فكر تفكرون في هذا الشأن يعني كل المناطق في حاجة وكل الناس في حاجة وانتخبون أقل حاجة أنتم سووا شيء للمواطن هذا اللي قاعد والمهجرين هذولي يعني ما في أي تحرك منكم وتبغون بعد الشعب ينتظركم إلا بارك الله فيكم في طردة هذولي العصابة والوقفة. نعم. لكن إن شاء الله أنا والله عندي كلمة أقولها يعني يا حكام الدول العرب أنتم ما تشوفون هذه الأشياء وهذه من العصابات هذه يعني شيء مخول يعني الشعوب كلها منتفضة على هذه العصابة والحكام. نعم. تتفرج والله شيء لكن الشعب هذا قادر بقوته وبإرادته أنه يعيد الأمور لنصابها وأشكركم يا قناة الرافدين. شكرا جزيلا أخ سعد من السعودية. ويانا الأخت أم جاسم من الموصل. أم جاسم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الصحة أم جاسم؟ كيف الأحوال؟ أخويا. نعم. أهلا بيك أبويا. أهلا بيك أنت شلونك؟ أهلا وسهلا. تفضلي يا أبويا. أخويا تشرفنا. أخويا قربانك حياتي. هاي الحكومة حكومة فاشلة، حكومة فلوس. نعم. ما يستعبرون أحد ولا يقدرون أحد، العالم ميت من الجوع، العالم فاصل تلقط من الشوارع، تلقط من الحوايا تاكل. وهسه يعني المظلوم ما عنده فلوس. المظلوم ما عنده فلوس. عنده الداعشي قاعد يطلع والما عنده شيء مسدود الباب عليه. نعم. ابن اخويا صار له 5 سنة ما عنده شيء، لا عنده شيء ولا عنده شياطين ولا والله العظيم لو انه رايح ولو انه جاي حرام بدنا نقول له، بس والله العظيم بري وما عنده كل شيء. والحاكم احتوى شهدوا عليه ظلام بفلوس شهدوا بفلوس على ما احنا فوق كلام الله بفلوس. نعم. وشهدوا عليه وسجنوا الحاكم 20 سنة. نعم. الله يقبل يا اخويا، الله يقبل محمد. نعم. يقبل ليش؟ نعم. ما ربنا ولا يقبل الا بالموت، ما ربنا ولا بالظلم. الله يعينكم ويساعدكم جاسم. نعم. ما مثل هسه يعني ما مثل هسه الرواتب كانت الحريم تلقب وتكتبين وتقوش وتخدم الناس على ما ربك ولدها، على ربناهم يذبحونهم تسد الباب عليهم من الله لا يخليها عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. أنا أشكرك أختي أم جاسم من الموصل، شكرا جزيلا لاتصالكم. وحقيقة يعني هناك اتصالات حقيقة تدمي القلب. يعني ويانا أبو علي النجفي من لندن. أبو علي النجفي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الصحة أبو علي؟ حياكم الله. تفضل أبو علي الهواء إلك. تفضل يا أبو. والله ما أعرف أنا يعني الموضوع أستاذ محسن والله ما يعني الموضوع ده نحكي على أزمة النازحين والمهجرين في العراق. ليش الدولة لا هي تريد ترجعهم البيوتهم ولا هي تقدم المساعدات لهم، خاصة نحن في فصل الشتاء أبو علي مثل ما تعرف يعني الأجواء بالعراق في فصل الشتاء كلش باردة. يعني لحد الآن إحنا في عام 2021 وانت حضرتك ساكن في لندن، يعني لحد الآن العراقي ساكن بمخيمات، يعني العالم وين وصلت وإحنا وين وصلنا يا أبو علي؟ تفضل أبو علي. والله يا أخي محمد يعني كم مرة أقول العراق ما يحكم دولة وقانون وحكم مثل عالم الناس، العراق جاي يحكموه كومة ميليشيات عصابات ما يهمهم أخي. ما يهمهم الناس قاعدة بالخيم ولا قاعدة
بالشوارع ولا ما يهمهم أخي، ما يهمهم، هذولا جايين يسرقون وينهبون. أدري أبو علي ليبوق سنة سنتين يوم يومين مو يستمر بالبوق يعني، وهذا عجيب، هذا عجيب البوق بالعراق. نعم أدري يعني. نعم تفضل أخي. يبوق من أمن العقاب أساء الأدب. زين نعم. ماكو عقاب أخي، ماكو رقاب، منو يراقب؟ منو يراقب؟ نعم. يراقب المحكمة، المحكمة وياهم. نعم. الدولة، الدولة وياهم. بلد يحكموه ميليشيات 90 ميليشيا. يعني احنا قلنا ونرجع ونقول هذا الشعب ما يفيده الا ثورة عارمة عمي، والا دولة هسه تفضل جاي يتقاتلون ببيناتهم هاي الميليشيات، كل ساعة يطلع واحد يهدد. احنا الحشد واحنا نبقى بالسلطة. انتوا شنو فضلكم عن العالم؟ انتوا ما جايين، انتوا شوف شنو فضلكم عن العراق؟ انتوا سويتوا للعراق؟ انتوا حشد، حشد مسرحية سواها خميني خامنائي وش اسمه وسليماني ونفذ السيستاني، حشد، حشد. وجاء داعش طلعتوهم من السجون، ها انتوا ربيتوهم وسويتوا داعش طلعتوهم من السجون، وقسم جبتوهم من سوريا، جبتوهم من سوريا وسويتوا داعش وهاي المسرحية. شنو فضلكم اخي؟ دولة ما يهمهم اخي، دولة عصابات ميليشيات. ما انت شايف بلد يعني بلد شعب بنفس البلد هو متهجر؟ نعم. لا ما كنت بلد بالعالم عمي. نعم. ما كنت بلد بالعالم. فما على الشعب الا ثورة عارمة عمي، ثورة عارمة، والا الله وكيلك راح يتوافقون بيناتهم، مقتدى يقعد ويا المالكي والحكيم ويتوافقون بيناتهم، وراح اربع سنوات ثانيه يحكمون هاي العصابات وهاي الميليشيات، وما تخلص السالفه عمي، ما تخلص السالفه. والله صحيح. عصابات عمي لا همينا تطلع، همينا تطلع ابو علي، همينا تطلع ميليشيات جديده، يعني ميليشيات ايضا تطلع. نعم. هي يعني هي صار العراق يفرق ميليشيات، ما اعرف شنو السبب. أحسن. يعني اي نعم، اي نعم، يفرق ميليشيات، وهم وحتى دول المستقلين على اساس هم دخلوا بالانتخابات هم مستقلين، شو طلعوا ويا جماعه التيار الصدري قسيم، وطلعوا ويا حزب الدعوه، طلعوا ويا عمي، ما يفيد وياهم. انا قلتها بالله الكريم، قلتها بال 2010 زين، اذا ما تدخل للخضراء يا شعب العراقي عمي، اذا ما تدخل للخضراء واستحولهم بالشارع عمي، دول يحكمونا 100 سنه، دولة ما في يوم عمي، دولة ما يشبعون، دولة ما يشبعون. كانوا جواع بسوريا وحتى بلندن زين، هذا الجعفري ذاك اليوم ضحكوا علينا الحكومة البريطانية، الجعفري ديسيبل يعني معوق، شلون واحد معوق في لندن هو يحكم؟ هو صار رئيس وزراء فترة من الفترات، ولا الموفق الرباعي، ولا ذاك فاق الشيخ علي وغيره. نعم. حيدر العبادي، حيدر العبادي الان يملك 10 مليون، عنده بيت 10 مليون باوند سعره. وين يملك؟ وين يملك؟ في لندن؟ بلندن، بلندن قريب عني. نعم. 200 متر زين، 200 متر قريب عن بيتي زين، عنده بيت يملك بلندن 200 مليون عمي، ما يفيدوا ياهم دولة، دولة قبل السقوط والله العظيم كأحنا نعرفهم حق المعرفة زين، وهم يسمعوني ويعرفوني أنا منو، يعرفوني أبو علي النجف السماء دطي اسمي الكامل، لأن احنا من غير شيء ما خلصاني. ونعم انك أبو علي، أنا ما أخشى إلا من الله. ونعم بالله، الله وكيلك جابوني بالاسم وقالوا تعال عمي ادخل ويانا، اقول له شو ادخل وياكم اصير حرامي مثلكم؟ نعم. اصير نصاب مثل كافة عم استحوا، استحوا، عيب عليكم، عيب عليكم حزب دعوة مجلس على تيار الصدري، كافي يا اخي، شوف العالم لك، والله عيب، والله عيب. بس كل الدول تسرق يا اخي، حتى بريطانيا اكو بوق، مو عشان يكون ماكو بوق، بس يا اخي واحد يبوق 1% 2% 5%، مو تسبقون 3000%. يعني ما كنت بلد بالعالم عم يصنف 18 سنة لا بنوا مستشفى، لا بنوا مدرسة، لا بنوا شارع، لا ما يفيد ياهم عمي، عمي ما يفيد ياهم. يا شعب العراقي بس عاتب، خلص الاعتاب انتهى، انتهى الاعتاب، الاعتاب أخي شهر، شهرين، سنة، سنتين، مو 18 سنة. انت ويا من جاي تحكي؟ احنا جاي نحكي ويا ميليشيات 90 ميليشيا جاي تحكمنا ايران عمي، ايران
تنهبش العراق. ايران دمرت اربع دول عربيه. ما ينفع معاكم يا شعب العراقي، ادخل الى الخضراء وسحولوهم بالشوارع. هسه راح يتوفقون بلا سبحان الله وكيلك مقتدى عمار الحكيم والمالكي والعباد كلهم راح يرجعون، او نفس هاي نفس الطاسه ونفس الحم، كل شيء ما سوينا. نشكرك ابو علي، نعتذر رفعنا ضغطك. ابو علي النجفي من لندن، شكرا جزيلا لك لانضمامك الينا. ويانا محمد من كركوك. محمد سلام عليكم. عليكم السلام استاذ العزيز. كيفك محمد؟ كيف الصحه الاحوال؟ شلونها كركوك؟ الله يسلمك. والله يا اخي كركوك جينا ما دام المنيشيا شوي راحت عنها، بس يعني احنا نحب نقدم يعني ويا اخواننا النازحين داخل البلد وخارج البلد. نعم. ونتمنى من السيد الكاظمي يباوع على هاي الناس التعبانه وهاي الناس الاوضاع وهاي الاوضاع التعبانه بالعراق، ونتمنى انه يشوف وضعيه هاي النازحين وهاي، واحنا قابلين على الشتاء، والشتاء تعرف مثل ما انت يعني، وهاي النازحين المخيمات بيها اطفال وبيها نساء وبيها شيوخ كبار. نعم. ونتمنى يعني من حكومتنا تباوع على هاي الناس التعبانه، وضعيتها تعبانه يا اخي، الناس تعبت، الناس ما ظل عندها. اقول لك محمد، حتى اسمع محمد، هسه انت تناشد الحكومه، يعني بعد عندك امل بان الحكومه تلبي طلبات الناس النازحين؟ ويدا تشوف محمد يا اخي، والله ما 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 ظل ما ظل ما ظلت الناس قلوبها ملت من الحكومه. هاي صار 15 سنه، حتى من 2003 لحد هاي الساعة الناس تناشد وما طامر. بس عسى ولعل أن رب العالمين يخلي بقلوبهم رحمة. عسى ولعل. نشكرك محمد من كركوك. ويانا أبو أحمد من الرماد. يا أبو أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شونك أبو أحمد؟ شون صحتك؟ الله يحفظك يبارك فيك. تفضل يا أبو. تفضل. تفضل. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. أخي العزيز، بالنسبة للموضوع المهجرين والنازحين، موضوع موضوع عقيم، موضوع مو معقد، وانما اللي موجودين بالبلد هم اللي معقدين هذا الامر. اول شيء هو تسلسل يبدي من الحكومه او الاحزاب، هو موضوع يعني موضوع صفقات، بادي صفقات، لانه تعرف انت الصفقات تشكيل حكومه، صفقات توزيع المناصب، فاعطيك هذا تسوي هذا. لكن احنا ليش نتجه للحكومه مثل الاخ اللي قبلي يقول ناشد الحكومة؟ أخي يا حكومة، وين بقت حكومة؟ هو أصل الحكومة هي حامية روحها من العصابات ومن من غيرها من غيرها. فحتى تحمل المهجرين أو النازحين، المهجرين والنازحين موضوعهم اللي هسه هم بموضوع يعني يعجز اللسان، يعني لا حياة لمن تنادي. يعني موضوع المعيشة، موضوع السكن اللي هم بيه، تدري مناطق صحراوية كلها عقارب، صحيح صحيح، صعب عليهم الصيف، صعب عليهم كل النواحي. عندك أحد أبو أحمد، عندك أحد مهجر لحد الآن؟ نعم، عندي أنا مهجرين بالخارج، عندي بتركيا، عندي لا في داخل العراق، يعني نازحين ومهجرين عندك؟ والله يا اخي عندنا من اقاربنا، لكن اعتذر من ذكر الاسماء. نعم اللي انه خوفا عليهم. اعرف اعرف اعرف، تعرف انت الوضعيه شنو. اعرف لكن اني عتبي عتبي، ولو اني ماكو دول عليهم عتب، عتبي على الشيوخ وقرايب قرايب هاي العوائل، يعني اللي اخته وعمته وبنت خاله وبنت. انا بالنسبه لي ما عندي السلطه او اقدر، وايد واحده بس، ما اقدر ارجع احد. لكن حكينا وسولفنا وقلنا يا ابا يا معودين اعراقكم، لما اعراقكم وهاي اللي مخيم الهول وغيرها نساء مكومه، تعرف انت ما حاجه نحكي زين، ما معقوله ما حد هناك من قرايبه من اهله ما موجود بهاي المكانات زين، يعرف انه يعني هل العرض صار هين عليكم؟ هل الشرف صار هين عليكم؟ غيرتكم وين صارت يا شيوخ؟ نعلى عليكم الحس يعني يزعل مني يعني. لا ابو 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 احمد ابو احمد والله ابو احمد من عفوا اعتذر منك، بس ما نستخدم هاي الالفاظ، بس احنا عتبنا عليهم قوي يعني صراحه. يا اخي عتبوش والله، دول مو عليهم عتب، دول جريمه حتى يلبسون حتى العقول، يعني بالله عليك بالله عليك، يعني هو موضوع حكومه، خلي الحكومه على صفحه زين، انتم بيناتكم اقعدوا بيناتكم اصطافوا،
ما معقول الحكومه تقول لا ما يرجعون، ما معقول يعني ما اعتقد يعني يقول ما يرجعون. مناطق حوفنا جرف الصخر، جرف الصخر موضوع واحد، موضوع فيديو. نعم. صحيح. احنا مناطق الباقي الانبار، صلاح الدين، عندك الموصل، عوائل والله ما تقدر ترجع والله، لانه ابنهم، لانه اخوها، لانه ابن خالها، لانه زين نساء ما بالله تغيره. هم اصلا انت دا تحكي على الشيوخ ودا نحكي على الشيوخ ونحكي على الدوله، هم يقبلون احد من افراد عوائلهم ان يقعدون بمخيمات كلها طين، خاصه احنا هسه في يعني مقبلين على فصل الشتاء، يعني العراق شوي تاخر فصل الشتاء، هل هم يقبلون على عوائلهم ان تقعد في مخيمات كلها طين موجوده، طين لا خدمات بها ولا رعايه طبيه ولا يسالون عليهم؟ يعني والله اتعجب من هيك بشر، يعني شلون يخلي راسه على المخده وينام واكو ناس مظلومه؟ يعني ما دافته يا استاذ العزيز. نعم. مع الاسف احنا دول نكتب عليهم مين دول، لا اصل ولا فصل، اللي عنده اصل وفصل. نعم. يتحسس ويشعر بهذا الشيء. نعم. لكن اللي ما عنده اصل وفصل لا يقول لي انا شيخ. نعم. لا يقول لي انا ابن 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 عائله معروفه ومحترمه. اللي ابن عائله معروفه ومحترمه الشيخ يكون له كلمه زين. صحيح. شيوخ الدين انتم العمايم اللي موجودين وينكم؟ علماء الدين والله يا اخي العزيز، اني بالنسبه لي اني هسه موجود الانبار يمين علي، ما اعطب اي جامع ولا اصلي وراء امام قطعا. لا لا مو لهالدرجه، لا لا العبادات لا العبادات واحد ابو احمد، ابو احمد العبادات راح واحد. راح اشكي لك من امر، راح اشكي لك من امر. الامام وخطيب اذا كان منافق حشاك، وكان منافق وينطق بكلمه نفاق وما يحكي الحق، يعني انت يعني يحكي بالانتخابات. نعم. هو الانتخابات يكبرون بالجوامع زين، ما تكبرون بالجوامع تقول يابا النازحين العوائل اطفال نساء نساء نساء، وين بعد يعني وين يعني بعد الى وين الى متى وين نطلع الى وين؟ نعم. الى وين نطلع بعد يعني احنا عشاير ونحكي بالعشاير الى وين هذا هذا التساؤل الى متى وين هذا التساؤل والله من حق الناس ان يسالون وين وينهم الى متى الى زين احنا عفنا من الحكومه اللي هسه من ذابحين. نعم. احنا اهل الغربيه، احنا اهل الغربيه، وين راح الغيره مالكم 24 ساعه شايلين سلاحكم؟ نعم. زين من ويجي ميليشياوي قذر يرفع. نعم. راسه ما حد يقدر يتكلم معاه زين، من صارت الجريمه بدياله وتعرف هاي اللي صارت اخي. نعم نعم. وين صوتكم؟ من واحد من السنه قتل او اتهم بداعش، اتهم بداعش او اتهم. نعم. بالارهاب، تقوم القيامه لما تقوم كلها تصير مسنون المشط. أشكرك أبو أحمد، حتى نفس أحمد جال للباقين، أنا أشكرك وأشكر اتصالك ويانا. أبو ياسين من بغداد، أبو ياسين سلام عليكم. تحياتي لك أخوي على قناة رافدين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عراس تفضل يا أخي. هاي مترحية هاي مال داعش، هاي خلي مشونا عن ناس الأغبياء مو ناس الوطنيين. طيب. هاي انتفقت عليها أمريكا، هو المخرج والمنتج إيران. نعم. ودولة كمبات وكلها إلها بها علم، هاي كلها الأحزاب والميليشيات والحكومات، لا حد يقول حكومة ما تقدر، لا. كلهم أخي منتفقين على هذا البلد، كلهم منتفقين على إطاحة هذا البلد. شنو داعش؟ أنتم مو تقولون داعش ما بهم 500-600. نعم. زين هسه العراق جاي حكمة حزب ما تقدرون على داعش. بس أخي هاي العملية هاي منتفق عليها قبل الاحتلال. نعم. أول ما يطبون يهجرون الناس ويسوون طائفية، هاي كلها كتبتها أمريكا وإيران، انطوها الدولة العمال اللي عندهم هاي الأحزاب والميليشيات. نعم. فأخي مال جرف الصخر ترى صدق ما يرجعون، ولا الأنبار يرجعون. ولا الموصل يرجعون. الناس المهجرين تدري شو وقت يرجعون؟ ايه؟ يرجعون إلا تصير ثورة مسلحة وهاي الحكومات والأحزاب كلها تروح تطلع. وتصير حكومة وطنية تعمل لصالح العراق والعراقيين. يا الله يرجعون الناس أهل الأنبار. نعم. ويرجعون أهل الجروف ويرجعون أهل الموصل. يا الله بس لو هذول يحكمون بعد 400 سنة الظل نفس الوضعية. إحنا هسه جاي تحكمنا إيران، جاي تحكمنا أبناء إيران. نعم. واللي صار بينا هذا أخي، هذا النصر مال 88، هذا هذول ناس حاقدين مثلك، لو يحكمونا بعد 100 سنة أكثر نفس الوضعية. يلا هاي صار راح يصير 20 سنة، يلا سويتوا زرعتوا بنيتوا للعالم. طيب النازحين، النازحين أبو ياسين، النازحين الحكومة ليش ما ترجعهم؟ شنو السبب يعني؟ ليش من وجهة نظرك؟ أخي مو أنا جاي أقول لك هذول النازحين، أنا أقول لك هسه راح أشرح لك.
نعم. هاي قضية النازحين أخي، مو قلت لك أنا هي الحرب مال قبل مال الثمانينات. نعم. يعرفون الضباط كلهم من الأنبار ومن الديالة. نعم. ومن الجروب يعرفون، هو الضباط هم اللي انتصروا على دولة. نعم. بعقلهم انتصروا على، فأخي هم يعني من إجوا يقول لك شي كتلوهم وشي هجروهم، فمال داعي أخي هذا فيلم، هذا خلي مشونها على الناس الزواج. أكو ناس تتصل بيكم، هذول للأسف يسمون عراقيين، يدافعون الآية الله، يدافعون الخامئني ويقوموا، هذول مدمرون إيران. أنت من الدافع؟ أنت ذا الدافع لوعد إيراني، أنت شكو قاعد بالعراق؟ أطلع من العراق. نعم للأسف. أنا أشكرك أبو ياسين من بغداد، شكرا جزيلا لاتصالك ويانا. رسائل طبعا على فكرة الرسائل يعني مفعلة، اللي يريد يبعث رسالة إذا ما يقدر يتصل إحنا نقرأ رسالته. رسالة تقول أريد أناشد، أريد أناشد، ما أعرف لما تريد تناشد صراحة. ويانا أيضا رسالة ثانية تقول أريد أناشد وزارة التربية، أني أحمد محمد حماد، نطالب وزارة التربية أن ترجع الدور الثالث أو 10 درجات قبل الامتحانات. يقول وزارة التربية، تقول وزارة التربية ماكو دور ثالث، نطالب وزارة التربية أن ترجع دور ثالث. يا وزارة التربية يعني دا تشوفين انت العالم بيش ملتهية يعني. أبو أحمد من بغداد، بعدين نتكلم على وزارة التربية. أبو أحمد من بغداد. أبو أحمد السلام عليكم. عليكم السلام أبو أحمد، يا مرحبا. شوكم أغاد شوفا. تفضل يا أهلا أبو أحمد، يا مرحبا، تفضل يا أبا. موضوع الحلقة ممكن أعرف موضوع الحلقة. موضوع الحلقة ليش الدولة الحكومة الآن ما ترجع النازحين والمهجرين؟ شنو السبب؟ أنت مثل ما تعرف بأن هناك أكو ناس تهجرت من مناطقها حتى يتم تحريرها من تنظيم داعش. تحررت المناطق مثل ما يقولون الحكومة، مثل ما تقول الحكومة، لكن مع هذا النازحين والمهجرين بعدهم يسكنون المخيمات، ليش ما يرجعون إلى بيوتهم؟ شنو السبب؟ تفضل أبو أحمد. أستاذ العزيز هذا زوي، أنا أقول لك ليش ما يرجعون؟ إذا يرجعون مو بصالحهم، يرجعون بلد ما مستقر يعني. نعم. هم ذولا عايشين على الأزمات. نعم. ألو وياك، وياك دا سمعك، تفضل. الله وكيلك استاذ، انا اشتغل تاكسي. نعم. بغداد. اي نعم. يا كفتر شغل ماكو يعني حتى الحياه توقفوها، المصالح. نعم. 90% واقفه. نعم. الله وكيلك يعني افتر ماكو شغل، مو مثل قبل. نعم. يعني اليوم احسن من باكر، اليوم اسوأ من يوم. نعم صحيح. نعم نعم. الو وياك، وياك دا سمعك، تفضل. يعني هاي بغداد، هاي بغداد كانت ام الشغل، بغداد يعني هو يعني شلون اقول لك، هي العاصمه، هي غير يكون مثل بيتقل بشغل يعني. يعني نعم. شلون اقول لك. الو وياك، وياك تفضل. اي افكار ماكو شغل استاذ زين، شغل يعني ماكو. شلون اقول لك يعني مالك يعني منا لهنا، منا لهنا مول مسوين، لا خلوا حدايق، لا خلوا كله خلوه زين. الله وكيلك زين. المول، المول ينبني بشهرين ثلاثة بكمل، مشروع يخدم، يخدم المواطن 10 سنين يبقى بالضبط. اي لان هذا، لان هذا استثمار، تعرف انت هذا، هذا استثمار حيجيب فلوس لهم. واغلب الناس اللي دتبني، اغلب الناس اللي دتبني مولات ارجع عليهم هسه اشوفهم لهم سلطه بالدوله، استثمار هذا. اي نعم. لا اقول لك العدو هذول هالمولات منين هذول؟ رحمة لوالدك مو انا وانت عمي. نعم نعم. هذول ناس مثل ما يقول رحمة لوالديك يا اخي مرتبه يعني وضعيه انت. صحيح يا ابو، صحيح. انا اقتصادي صالح حاجاك مزري يعني منتي. أنا أشكرك أبو أحمد، أنا أشكرك أبو أحمد، والمأساة متكررة وتبقى المأساة ما دام أكو هيجي ناس تحكم بالعراق مع الأسف طبعا. هسه على وزارة التربية جتنا رسالة تقول ليش ماكو دور ثالث؟ هسه إذا تشوفين وضعية العالم بالعراق، أخلي موضوع دور ثالث أو أحسب لهم شوف شلون فدالية معينة. يعني الناس أغلب الطلاب يعني إذا هو مو هو يشتغل ف يعني مرون بضائقة مالية. الناس اللي ما توفقت لا بالدور الأول ولا بالدور الثاني تكون الدور الثالث، لكن أنطي امتيازات اللي نجح بالدور الأول والثاني، أنطيهم امتيازات عن اللي نجح بالدور الثالث. يعني مثلا معدل 70 إذا تقبل كلية إدارة واقتصاد معدل 70 مثلا على سبيل المثال، مثلا يكون الأولوية إلى الناجح الدور الأول، بعدهم يجون إلى الدور الثالث، بعدهم يجون إلى الدور الثاني، بعدهم يجون إلى الدور الثالث.
ما نقول لك اغبني حق احد، لكن يعني موضوع الدور الثالث الناس عندها ظروف والعراق ما مستقر، واضافه الى ذلك يعني الناس تمر يعني جائحه كورونا وغيرها وغيرها. ويانا ابو شيماء مين؟ ابو شيماء من بغداد. ابو شيماء السلام عليكم. الله يسعدك حبيبي. اهلا مرحبا ابو شيماء، شلونك يا ابو؟ هذا اللي قبل شويه طلع يتحدث لك عن الميليشيات، قال له مو الميليشيات يا حماة بغداد. يا اقول لك هسه تعال نحكيها احنا عراقيين اثنيناتنا، الميليشيات ايه؟ اكو دوله بيها ميليشيات؟ دفتر على دول الجوار مالته. حبيبي هاي هي هي شنو الميليشيات؟ ايه؟ كمبوديا تحررت فيتنام بالميليشيات، فهي مو عيب بس معنى كلامي هاي تقول حجه. لا هسه هسه ايران اقول لك ايران خطرت وين العراق؟ ايران لو شويه تهدى ايران احنا ابو شيماء لو شويه تهدى حتى نتفاهم بشكل، هو ما باقي بالوقت هواي حتى نعطيك مجال انت تجاوب. طبعا. اكو دوله بيها جيش وشرطه وبيها ميليشيات؟ يعني افتر على كل الدول الموجوده، الناس اللي جت من لندن ومن امريكا وجت من اوروبا اللي يحكمون الان عندهم في هذه الدول ميليشيات؟ يعني سمعت انت في يوم مثلا دوله مجاوره او دوله اوروبيه او حتى امريكا عندهم ميليشيات؟ من هذا الباب احنا نحكي حبيبي استاذ العزيز ابو شيماء؟ احنا مو ميليشيات، هاي هي مقاومه والحشد، هم حرروا العراق وهم خلوا البلد لبسوا لباس جديد. اي طيب ليش مو عندنا شرطه ابو شيماء؟ مو عندنا شرطه وجيش حبيبي. هسه الان اقول لك هسه في فيتنام، في فيتنام الناس في فيتنام عندما احتلوها الأمريكان نهاية الستينات شكلوا مقاومة شعبية لطردهم، هسه وانتهت المشكلة. هسه احنا عندنا جيش وشرطة، ليش نعتمد على الميليشيات؟ يعني من هذا الباب انا احكي وياك ابو شيماء. العراق طبيعي يعني الواقع الحاد صار هيك، اولا من صارت الاحداث مال الدواعش ماكو جيش عندك، فاضطرت انه تجي اي ماشي مو خلصت مو تحررت هسه مو تحررت المناطق، ليش بعدها موجوده ميليشيات؟ استاذ محمد نعم مو امريكا موجوده لحد الان، من يطلعوا الامريكان عادي عاتبني اذا تجي لك واحد وصيل عندك واحد. عاتبني انا ابو شيماء قل لي اذا واحد أنا أشرف بك أبو شيماء، بس أبو شيماء يبقت وطنيتهم ذول العراقيين. أبو شيماء ليش مشكلة أبو شيماء هسه غير تعطيني مجال، ليش مشكلت هاي الميليشيات أو المقاومة من دخلوا الأمريكان للعراق ب 2003؟ شو هسه طلعت يسموهم مقاومة وكذا؟ لا يعني هم المفروض من البداية. اي نعم تفضل ولك المجال اعطيك مجال. بالبدايه اكو ليش ماكو مقاومه؟ بالبدايه اكو مقاومه، ليش اخواننا بالغربيه اكو مقاومه؟ بالاخواننا بالفندوجه هذول ما ينكر يعني واحد ينكرهم، وبعدين احنا هنا اخواننا الاخوات شكلت لان امريكا استطماع. اي هسه باوع انت بدك تحكي على الامريكان، هسه الامريكان وين مكانهم؟ مكانهم بقاعدة حرير، بس اعطيني مجال، مكانهم بقاعدة حرير باربيل وقاعدة عين الأسد في الأنبار، هسه ما عندهم قواعد يعني ما يصير ذني القاعدتين، ومكانهم أصلا بالمنطقة الخضراء. لا السفارة الأمريكية ايوه السفارة الأمريكية موجودة، دا أقول لك بالمنطقة الخضراء أنا وياك أنا جاي وياك. أي بس ليش يعني ليش ما يعني لحد الآن الميليشيات منتشرة في بغداد؟ ماكو شيء اسمه ميليشيات أبو شيماء عيوني أنت. حبيبي ماكو ميليشيات، أنا من بغداد أستاذ محمد. وينكو ميليشيات؟ ترى هاي كلها إعلام، هاي فوت ووكي، ماكو ميليشيات أستاذ محمد وينكو؟ شلون ماكو؟ يعني ماكو، أنا رجعت يعني أنا قاعد بمنطقة ما شفت ميليشيات أبو شيماء. جيش أكو وشرطة وأمين، ماكو ميليشيات ابو شيماء. هذا اعلان فيسبوك هذا يقول ميليشيات، وينكو ميليشيات ابو شيماء؟ ما حرام احنا ببغداد لا اكو ميليشيات ولا اكو شيء ابو شيماء. الناس بالحشد هناك وناس اكو موجودين بعيدين عن العاصمه، على اي حال يا استاذ محمد؟ على اي حال انا اشكر اتصالك وطيتك مجال بما يرضي الله ويرضيني، ولكن اكو موجوده ميليشيات داخل العراق وخاصه في مناطق بغداد موجوده ميليشيات، والدليل على هذا الناس الموجودة الآن اللي يسمون نفسهم اللي معترضين أمام المنطقة الخضراء هم دولة كلهم مؤدلجين ميليشيات، يعني يحملون فكر الميليشيات وهم أيضا من الميليشيات، وحتى مقتدى الصدر سماهم بوجود الميليشيات الوقحة، سماهم الوقحة. لو ماكو ميليشيات مقتدى الصدر ما يقول أكو هناك ميليشيات. بس أريد أقرأ الرسائل حتى الناس اللي ما تعتب علينا. السلام عليكم يا أفضل قناة عربية، ابتلينا بانتشار
بيوض إبليس هندوسي خميني الدجال الذي بنى عش العقيدة الخمينية في العراق ونقل بيوضها عن طريق فروخ المعممين إلى الدول العربية لنشر عقيدة الفجور المجوسية الصهيونية لسحق كل وطن يحمي وطنه من خونته ذيول إبليس الذي غرس عقيدة الدجال الخمينية لتغييب عقولهم لخيانة أوطانهم لتسيطر عليها إيران. طيب وين هذا؟ أنا مو مال هاي الشيء، أنا مال ورقة وقلم. يعني المهم أكو رسالة تقول: أخي هل سيكون هناك قرار بتنزيل سعر الدولار في السنة والموازنة الجديدة؟ والله يا أبا ما أعرف إذا كانوا حينزلون سعر الدولار في السنة وبالموازنة الجديدة، ما عندي علم والله، أنا آسف جدا. على أي حال أنا أشكر جميع المتصلين وجميع من يتابعونا وجميع الذين أرسلوا رسائلهم واتصلوا بنا، شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.